لا أنكر أبداً أني واحد من جمهور جوزيه مورينيو اللي أحياناً العاطفة تغلب عندي شوية لما أتكلم عن مورينيو. جوزيه بعد مسيرة عظيمة جداً في كرة القدم وبعد خروج كان صعب شوية من توتنهام لا يليق بقيمته واسمه والتاريخ الكبير اللي عمله، راح في تجربة بعيدة عن كل الضوضاء من الليفل ده، روما، مكان جحيم لكن في إطار مختلف، بعيد عن المنافسة على دوري الأبطال، في الدخول في خناقات مع كلوب وجوارديولا والمدربين، بعيد عن الأمور دي شوية. لكن الحقيقة بمقياس النجاح الحقيقي في كرة القدم إنك تروح وتستلم فريق محدش عارفه، تجربة شبيهة بورتو بعض الشيء، وإن كان نوعية اللعيبة اللي كانت في بورتو أفضل بكتير من اللي مع مورينيو في روما. فيوصل مورينيو فيحصل شغف مفاجئ عند الجميع في روما، فياخد الفريق بطولة الكونفرنس الموسم اللي فات، وفي الموسم ده بمجموعة من اللعيبة اللي نصهم تقريبا غير معروف عند أي حد، والنص التاني جاي من تجارب فاشلة، معروض للبيع زي أبراهام مثلا، لعيب غير مرغوب فيه في إنجلترا، ديبالا اللي جاي بعد خيبات كبيرة جدا مع يوفنتوس، بيلوتي اللي جاي من تورينو بعد برضو فترة غاب عنه فيها الضوء. أسماء كتير جات لمورينيو هو بيحاول يجيب اي حد يسند معاه في خط الدفاع في نص الملعب، لكن ما كانش عنده القدره الماليه الكافيه. مورينيو بيوصل في بطوله يوروبا ليج الى دور متقدم جدا، دور ال 16، وهيلاعب ريال سوسيداد. مباراه امبارح مع ريد بول سالزبورغ والفوز بهدفين مع مجموعه من اللعيبه، مش عايز اقول متواضعه، لكن لعيبه صف تاني اغلبها في الفريق، هو فريق قايم على تألق ديبالا في المقام الأول. لكن هذا الرجل نجاحه مع هذا الفريق بالإمكانيات دي هو حاجة لازم تتحط في التاريخ، ولك أن تتخيل أن التجربة لو أنه خد الكونفرنس ليج السنة اللي فاتت والسنة دي قدر ياخد يوروبا ليج بشكل أو بآخر، أنت فجأة بتحيي مسيرة كانت تقريبا انتهت. علشان حضراتكم تبقوا فاهمين كمية المعاناة اللي بيعيشها مورينيو، اسمحوا لنا نعرض جزء من المؤتمر الصحفي اللي الراجل كان بيتكلم فيه بعد نهاية المباراة وبيشرح حاجة مهمة جدا، وده اللي بيخليني أقول ساعات أنت بتحط القايمة بتاعتك في المدربين الأفضل في العام أو في آخر 10 سنين أو في التاريخ بمقاييس أنه خد دوري أبطال أو لأ، أنه خد كام بطولة، عمل إيه، لكن بص المعاناة زي دي علشان تقدر تفهم أنه النجاح في الظروف اللي زي دي لازم درجته تبقى أعلى بكتير وأنت بتقيم.